النهاردة هنكلم عن واحد من الأقراص اللي بتستخدم لمرض التصلب المتعدد المنتكس، يعني اللي بيروح ويجي والعيان بيتحسن ما بين نوبات وبعضها. وده نوع من الأقراص بيتاخد حباية واحدة كل يوم أثناء الأكل أو بعد الأكل زي ما أنت عايز. البرشام ده اسمه تيريفلوناميد، أو اسمه اللي موجود في مصر هنا هوت الحبوب اسمها أوباجيو. انا بحب استخدام الدواء ده قوي للناس اللي ما بتخططش انها تحمل في السنة او السنتين تلاتة اللي جايين، وخصوصا الرجالة بيبقى مناسب ليهم اكتر. كمان الدواء من الخط الاول الدفاعي ضد هذا المرض، وبالتالي ممكن نستخدمه بديل للحقن، فعاليته قريبة منها واعلى منها شوية كمان، وآثاره الجانبية قليلة وسهلة التحمل وسهل إن هو يتاخد، لأن هو حباية واحدة كل يوم. قبل ما ناخد الدواء دهوت بنعمل شوية تحاليل ونقيس الضغط، تحاليل بقى صورة دم ووظائف كبد وتحليل للدرن وحاجات من دي. وبعد كده هو قد نحتاج اول كام شهر كده نعمل تحاليل كل شهر بالنسبة لوظائف الكبد بالذات. الدواء دوت يعني واحد من العيوب بتاعته ان هو بيتفاعل مع ادوية تانية كتير، اهم حاجة انه يتفاعل مع حبوب منع الحمل معظمها، وبالتالي لازم ناخد بالنا من النقطة ديت عشان نستخدم جرعة مناسبة من الوسائل الهرمونية لمنع الحمل تتناسب مع الدواء، لانه هو بيقلل مفعولها، وبالتالي ممكن الست تطلع حامل عليه لو هي بتستخدم الجرعات العادية التقليدية من حبوب منع الحمل. برضو في بعض المضادات للألم اللي ممكن نستخدمها احنا، زي مثلا مادة الكاربامازيبين التجريتور والحاجات ديت، هو بيأثر على مفعولها شوية. وبرضو مادة فلوكسيتين السيمبالتا والسيمباتكس والديلوكسبرين والحاجات ديت برضو بيأثر على مفعولها شوية. فبالتالي مضادات الألم اللي احنا بنديها المرضى الـMS دولت لازم تتعدل جرعاتهم لو هو او هي بتاخد مادة الاوباجيو ده هو علشان تجيب مفعول مناسب. واحد كان بيسألني، انا قريت ان في تفاعل ما بين القهوة وما بين الحبوب ده. الحقيقة التفاعل القهوة ما بتأثرش على الحبوب، العكس، يعني الحبوب اللي بياخد الحبوب ديت بيقلل مفعول القهوة في جسمه. يعني لو هو مثلا بيسوق وبيشرب كوباية قهوة قبل ما ينزل عشان تصحصحه أثناء السواقة، لا، هي مفعولها هيبقى ضعيف، مش هتصحصحه قوي. هي دي بس التكة ما بين القهوة وما بين الدواء بتاعنا بتاع النهاردة. البرشام ده مش مناسب خالص لأي واحدة ست بتخطط إنها تطلع حامل في الأشهر القادمة، لأن هو مش متناسب تماما مع الحمل، لأن في أدلة بتقول إن هو ممكن يعمل بعض التشوهات الجنينية، فبالتالي غير مفضل تماما في المرحلة اللي الست فيها بتفكر تطلع حامل. أما لو الست معندهاش النية إنها تطلع حامل وتستخدم وسيلة آمنة لمنع الحمل، فده هيبقى مناسب لها قوي الدواء دوت. بالنسبة للرجالة اللي بتستخدم الدواء دوت ومتجوزة وممكن زوجاتهم تطلع حامل، بالرغم من الدواء ده يعني التجارب أثبتت ان هو ما بيأثرش، ما بيخليش الأطفال المولودين لآباء بيستخدموا الدواء دوت عندهم أي إضافة للتشوهات ولا حاجات من دي، لكن كون إن الدواء ده بيتفرز في السائل المنوي مخلي العلماء يخافوا من الدواء، وبالتالي أي راجل مراته ممكن تطلع حامل يفضل يا إما ما يستخدمش الدواء ده يا إما يستخدم وسيلة آمنة هو أو مراته لمنع الحمل. Thank you.
الآثار الجانبية بقى للدواء دوت عبارة عن إيه؟ بصراحة مش كتير الآثار الجانبية، معظم الآثار الجانبية بتبقى صداع أول أسبوع بس، في بعض الأحيان أول أسبوع برضه بيبقى فيه شوية اضطرابات في الجهاز الهضمي بسيطة مش جامدة، عشان يعمل مغص مثلا أو إسهال أو ترجيع، نادر بصراحة نادر قوي. برضه من الآثار الجانبية في بعض الناس بيقولوا إن دي بتزود تساقط الشعر شوية، يعني نسبة قليلة أوي بصراحة من الحالات اللي بيحصل لها الحاجات ده هي. وبرضو من الآثار الجانبية إنه بيعمل شوية تنميل كده في الإيدين والرجلين، لو التنميل ده زاد قوي ومعاه أعراض تانية زي الإحساس بالإرهاق لازم نقيس نسبة الفوسفات في الدم، لأن في بعض الناس بيقل فيهم نسبة الفوسفات، خصوصا الناس اللي بيحصل لها إسهال لمدة طويلة مع بداية العلاج. بالنسبة للتطعيم، احنا عندنا تطعيمات بتاعت كوفيد 19 الكورونا والحاجات ديت، مفيش اي مشاكل ان احنا ناخد التطعيم، التطعيم امن مفيش اي مشكلة، يمكن او الحرارة بس بتاعت اللي ممكن تحصل بعد الجرعة بتاعت التطعيم ناخد بالنا منها وناخد حاجة مخفضة للحرارة علشان ما نحسش بالارهاق او التعب، ده اهم حاجة، لكن مفيش اي تعارض ولا اي حاجة.